شعب وطن حيا لرفعت علي. على بركة الله نبدأ بأول أشواطنا الصباحية، على بركة الله نتحرك بهذه الشعارات، بهذه الأصايل التي تتحرك لمسافة 4 كيلومترات. معلنة بداية قوية لهجن أصحاب السمو والشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل، خليط من الشعارات والسلالات تشاركنا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق وفي هذه الجولة. ترحيبنا بكل الأخوة المشاركين، ترحيبنا بكم متابعين الكرام أينما كنتم تتابعون هذا الحدث. على البركة نبدأ مشوارنا وننتقل إلى المقدمة لنتابع شعار أبو عبد الله وهو يستلم القيادة مبكرا. حميد بن كعيب الفلاسي من يقدم الروية في أول المراكز النقلة التالية. على المركز الثاني الشاهينية لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بن ضبيع. المركز الثالث الشاهينية لاسم الشيخ حمدان بن محمد بقيادة عبيد بن محمد بن ضبيع. أما المركز الرابع لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان من يقدم أيضا الشاهينية في هذا الصراع وفي هذا التحدي أو هملولة. نقلة تالية إلى المركز الخامس، المركز الخامس الوالي راشد بن سعيد بن صابر على المركز الثالث وهو يتابعنا ويقدم ايضا هذا الشعار الاخضر بالابيض الى الصراع والى التحدي. المركز الاخير الكيلو الاخير بقياده نصيبه، بقياده نصيبه ولكن بن مهي القادم مع السرية. روح يا ولدي يا ولد، روح يا علي 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 علي، روح يا بن مهير. ما شاء الله تبارك الله، من اين اتيت ايها العملاق؟ من اين اتيت بالمفاجاه بالطامه الكبرى؟ راحت عن الشوط، راحت عن الشوط. اخذوا جديد، اخذوا جديد، اخذوا المزيد، اخذوا الجديد، اخذوا التحدي. يا سلام يا سلام يا علي، الله لا شلك ومن شلك يعقك هناك هناك وين ما تسكن. صوب الرفيعه، صوب الرفيعه. نعم يا علي بن مهير، الله لا شلك، الله لا هانك. قدم لنا السرية، قدم لنا السرية بعرض رائع وجميل، بخطورة لا تقدر بثمن، بخطورة لا تقدر بثمن. نعم هذه السرية اللي قلبت الموازين، قلبت موازين الترشيحات، قلبت موازين التحديات. بالشوط الرئيسي تتابع، تتابع الطريق، تتابع الطريق والزعفران والانتصار. الجماهير، الجماهير اللي يتابعونا يتابعونها في حلها وترحالها، يتابعونها في عرضها الجميل، في زعفرانها الجميل، في ناموسها الجميل. سلام سلام لعلي بن مهير بن بليشة على فوز السرية بالمركز الأول وقائدة السرية، قائدة السرية تصل منفردة، تصل منفردة. صباح الخير يا أبو خليفة، صباح الخير لعلي بن مهير بن بليشة على الانتصار. ثاني اللي اسمه الشيخ مايد بن محمد المركز الثالث، نصيب الحمد بن سليم المركز الرابع. فياتينا هذا شعار عبد الله براهيد بن معدن. والخامس اسمه الشيخ حمدان بن محمد. السادس اسمه الشيخ حمدان بن محمد. السابع بن سرور. والثامن الشيباني. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في هذا الشوط وفي هذا التحدي.